مساء الخير. قولوله الحقيقة، قولوله بحبه من أول دقيقة، قولوله بحبه ومتوهني حبه في بحوره الغريقة. أبو عيون جريئة كان مالي ما كنت في حالي، متهني بقلب الخالي، فات رمشه الجريء وندهلي، وفي أجمل عيون توهني. قولولي ندهني ليه، حيرني وشغلني عليه، بالحب اللي زايد والشوق اللي قايد من أول دقيقة. أبو عيون جريئة فات جنبي وعيونه حبايبي، نسوني اللي عايشين جنبي، بصيت له أوام حبيته، من فرحة عينيا ناديته. قولوله يقول لعنيه، ايه آخر ده كله ايه، يا يصحيلي قلبه يا ينسيني حبه لعيونه الجريئة. أبو عيون جريئة طال شوقي وطال تعذيبي، والإمتى حداري لهيبي، أوصف له غرامي ده كله، وفي أول مقابلة حقوله وأحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق، إزاي قلبي حبه والبال انشغلبه من أول دقيقة. أبو عيون جريئة. الله، ده عم مرسي جميل عزيز صاحب الألف أغنية، واللحن لعمنا كمال الطويل، وطبعا الغنى للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. الأغنية دي في فيلم من أجمل أفلام السينما المصرية، شارع الحب. الفيلم ده ظهر أول مرة يوم 13 أكتوبر سنة 1958. اللي كتب القصة والحوار الكاتب الكبير يوسف السباعي، والسيناريو والإخراج لعز الدين ذوالفقار. فأول الفيلم في إهداء جميل بيقول: هنا الشارع نبع الفن ومهد النبوغ، منه خرج فنانون صعدوا سلم المجد وصفقت لهم الجماهير، وبين جنباته بقى فنانون ينتظرون دورهم في صبر، وطال بهم الانتظار، وإليه عادت نجوم هاوية لتستقر في زوايا النسيان. فإلى هؤلاء جميعا نهدي هذه الصورة الباسمة. البسمة كانت زينة صدقي، ترتر والضحك كله عبد السلام النابلسي حسب الله السادس عشر. فأول مشهد في الفيلم بيقول: أنا حسب الله السادس عشر، رضيع الفن، آخر سلالة حسب الله. طيب عارفين مين هو حسب الله الأول؟ هو الشويش محمد علي حسب الله، اللي كان أحد أفراد فرقة السواري للخديوي عباس حلمي، اللي كان بيعزف الكلارينيت في الفرقة الموسيقية، وتقاعد سنة 1854. طيب تقاعد ليه؟ علشان في السنة دي تم اغتيال عباس حلمي. يعمل ايه عم محمد حسب الله الراجل اللي تذوق الموسيقى الكلاسيك وعزف في القصور الملكيه؟ خد بعضه وراح على شارع الحب، شارع محمد علي، وابتدى يجمع الموسيقيين، بقوا 11 عازف ما بين الالات الايقاعيه والات النفخ، وانطلقت فرقه حسب الله سنه 1860، وكانت وصلت ل 25 عازف. وبسرعه البرق الفرقة بقت أشهر من نار على علم، وأصبحت محل تقدير كل المصريين، وبقى الكل يطلبوها بالاسم من المناطق الشعبية لحد الأحياء الأرستقراطية. وعزفت أمام الخديوي إسماعيل السلام الرسمي اللي كان بيقول: أفندينا دخل الديوان والعسكر ضربوا له سلام. وعزفت قدام الملك فؤاد والملك فاروق، وفي الأفراح والحفلات للبشوات والأعيان والأفراح الشعبية لأولاد البلد. مش بس كده، فرقة حسب الله سافرت إلى دول أوروبية، واشتركت في مهرجانات في فرنسا وألمانيا وإنجلترا وفي دول عربية، وكمان شاركت في أفلام سينمائية كتير، كان أهمها طبعا فيلم شارع الحب. الشويش حسب الله راجل بيحب الشياكة والذوق، عشان كده كان مهتم بلبس الفرقة. كان في الأول لبسها أحمر زي الفرق الإنجليزية، وبعدين زرقاء وخضراء. تصوروا إن زراير بدلة الشويش حسب الله كانت من الذهب الخالص. الشويش حسب الله فضل قائد للفرقة لحد ما مات. كان عنده بنت واحدة، ابنها عزة الفيوم،
هو اللي بيقود الفرقة دلوقتي. الفرقة بتقعد على القهوة، قهوة المشير اللي في شارع محمد علي، بقى عددها 6 عازفين بس، وكلهم كبار في السن، ولسه بتعزف في الأفراح والسلام الخديوي، السلام المربع. فرقة حسب الله أقدم فرقة في الشرق الأوسط، علامة مصرية بجد، مزيكا أول لما تسمعها قلبك يرقص، فنانين مصريين حسهم عالي، بيعزفوا سماعي مش بالنوتة. فرقة حسب الله عمرها أكتر من قرن ونص، 150 سنة. فرقة أسسها عازف مصري فنان بجد، عمل اسم عايش طول الزمن ده. خلي بالكم المصريين شعب بيحافظ على الحاجة الأصيلة، بيخليها تعيش طول الزمن. وارجع أقول كلمة عمنا فؤاد حداد، عقلك في راسك، تحفظ تراثك تعرف خلاصك. وفرقة حسب الله جزء من تراث مصر، يعني لولا فيلم شارع الحب ما كناش عرفنا وحبينا وعاشت جوانا فرقة حسب الله. المباراة اللي عملها الرائع كمال الطويل بين التخت الشرقي بقيادة ترتر العظيمة زينات صدقي، على فكرة أنا بحب ترتر دي جدا، والمايسترو حسب الله السادس عشر عبد السلام النابلسي، خلتنا نشوف ازاي الفنان المصري الشعبي الأصيل قدر يطوع آلات النفخ الخشبية والنحاسية للنغمات الشرقية. مش ده بيفكركم بالعبقري الموسيقار علي اسماعيل؟ تحس انه سليل فرقة حسب الله. فاكرين أغنية أنا كل ما أقول التوبة يا أبوي ترمين المجادير، الأغنية اللي غناها عبد الحليم وبعد منه مجد الرومي؟ شفتوا علي اسماعيل استخدم آلات فرقة حسب الله ازاي؟ والله الفنان المصري ده ملوش حل. والشارع ده شارع محمد علي، شارع الحب، شارع الفن، حتة من تاريخ مصر. الشارع اللي قال عليه عمنا فؤاد حداد في رائعته القمر في باب الخلق، اللي بيعلى بيعلي، وقولت القلوب عند بعضها وصل السماء بأرضها، وبني آدم سلاح نفسه وصاحب رأي، وقبل ما الناس تكتر السنين كانت كتيرة، افرش حصيرة وخلي البساط أحمدي. الليل بساطي مصادفني من آخر السكة، قرب من الناحية دي، مليش خيال إلا رمتني بنور هادي ورميت عليا السلام. فمرة طالع من حسن الأكبر على باب الخلق بالمغربية وعشة، لقيت القمر في وشي كبير وقريب، تطلع عيونك سلم سطوح بيت، على حتف الدراع من هنا القلعة ومن هنا العتبة، وعلى مذهب شارع محمد علي الترميات قطع الخليج بجرز يجري، والقمر ميال مال الدنيا كل الدنيا. الله يرحم الشويش محمد علي حسب الله، حسب الله الأول، صاحب أحلى سلام مربع. ودق يا مزيكا.